الهايبر قلنا ان الهايبر سيرفيست سببه اولا ان في انتي بوديز او اوتو انتي بوديز اجينست الثيرويد جلاند بنسميها ستيميليت يور جين اكسس ستيروكسين. هذا الاكسس ستيروكسين بنقول عليه ايه؟ هايبر ثيرويديزم. هذا الهايبر ثيرويديزم ممكن يكون فيه موجود في صوره من ثلاث صور. ها؟ اللي هي ايه؟ اول حاجه ديفيوز انلارجمنت اوف ذا ثيرويد جلاند سميناها ايه؟ جريفز ديزيز. كده؟ تاني حاجه اللي هي وده بيبقى كومن في الايه؟ في الايدج بتاع في عندي مالتي نودولار نيديولز. ها؟ قلنا اللي هو بلامر ديزيز قلنا ده بيبقى فيه اكثر من ايه؟ من نيديولز ودي كلها بتسكريت ثيروكسين. تالت حاجه بيبقى فيه عندي توكسيك ادينوفيل. كده يا جماعه؟ وبعدين قلنا وقلنا التريتمنت بتاع جريفز ديزيز اولا يتوقف على ديزيز جريفز ديزيز هل هو مايل ولا مودريت ولا سكين. إذا كان مايل سايو مايل سايو مايل دي تشمل اثنين مهمين اللي هم ميتاميزاز وبروبايل فارسيل وميتاميزاز ماشي؟ ماشي. طب مال السكند والسيرد بيعالجهم ازاي؟ راديو اكتف. راديو اكتف مش كده؟ طيب ده بالنسبة للجريمز. بالنسبة للمالتي ريديوز دي بنعالجها ازاي؟ ايه هو الدراج اوف ايه هو البيست تشويس؟ راديو اكتف. راديو اكتف. خش على راديو اكتف. ماشي كده؟ توكسيك نيكول تعالجها بايه؟ برضه بالراديو اكتف كده؟ امال الجراحه اللي بنستخدمها امتى؟ سهل الجراحه حالات الكانسر طبعا في حالات الريكيرنس افتر تريتمنت اللي هو الفيلير اوف تريتمنت يعني او الريكيرنس اوف ذا كيس في الاولد بيشنس او قول لي انت بتستخدم مش انت ما بتستخدمش انت بتستخدم ايه السيرجن. في بعض الناس يفضل السيرجن اطفال صغيرين ليه؟ عشان ما يعيشوش طول عمره على الادويه. ايه ماشي كلام. طيب بالنسبه لل طيب امايت دي قلنا بتشمل دوائين مهمين اللي هو ميسي مازول والبروبايل سايوراسول البروبايل سايوراسين. ايه الفرق بينهم؟ البلاسنتال بارير اهم الفروق طبعا البوتنسي ميسي مازول حوالي 10 تايمز مور بوتنت. ها؟ البروبايل سايوراسين البريفرا افكت بروبايل ثيرازين ده بيشتغل على الجيران بيشتغل في البريفرال بيشتغل على الجيران ده هو مين هو ميسي مازول بيعملوا ايه على الجيران يا جماعه؟ سنت سيكريشن بينهبت السنس كده وفي البريفرال بيعمل ايه؟ انهبت كونفيرجن اوف تي 4 كده تو 3. طب ده مهم ولا مش مهم؟ مهم في ايه؟ السنتر البريفر اكشن ده مهم ولا لا؟ طبعا في سي 4 تايمز ات ليست 4 تايمز مور اكتف ذان 24 صح؟ يبقى اذا انا لما امنع تحليل حاجه ما هيش اكتف قوي الى حاجه اكتف قوي معنى كده ان انا قللت الايه؟ الاكتيفيتي بتاعت الهرمون ماشي يا رجاله؟
Так. الثوب الحيض استخدمها قد ايه؟ اولا 360 هي دي ديليد عنصر كده؟ يعني ايه ديليد عنصر؟ يعني على ما يبان الايه الايفكت بتاعها. ولما اجي ابدا بالثوب الحيض ببدا بلودنج دوز دوز بعدين مينتنس 360 لغايه ما يبان الايفكت يبدا الايه؟ الثيروكسين يصل الى النورمال ريج ابدا بقى ايه اعمل مينتنس دوز ها دوز اللي هي غالبا حوالي 10 استمر لمده قد ايه؟ استمر لمده سنه او سنه ونص وبالرغم من كده يحصل فيه ريكير ريكير الحلقه او ريلابس وريلابس يعني ايه؟ ان الحلقه ترجع تاني دي معنى كلمه ريلابس ماشي يا رجاله؟ الريديو اكتف عيودين قلنا ان انت ايه اللي هو الايودين 132 ده الميكانيزم اوف اكشن ان هو بيتاخد باي في ثايرويد جلاند طلع راديشن هذه الراديشن بتدستراكت جزء كبير من الجلاند فبتقلل النشاط نعم يا هو بتضرب التوكسيكابينوما والمالتوميديا بس نستخدم الريديو اكتف اواين ولا نستخدم الثاليدامايد؟ لا تقصد الريديو اكتف ايودين ايودين تقصد بيطلع كتير هو ثلاث شهور نعم هو ثلاث شهور ما تديش لا تدي بتدي احنا قلنا ايه يا جماعه بس انتوا اصل انتوا الفكره كلها في ايه؟ لما باجي اتكلم في موضوع الاقي واحد بيطلع لي بسؤال في حته ثانيه واخد بالك ازاي؟ فبيخليني اسيب الموضوع لا بتكلم فيه لكن لو صبر في عرضيه مثلا يقول لك لو صبر القاتل على المقتول كان ايه؟ كان مات لوحده فاستنى انا جاي لك انا بعد ما نخلص احنا بنعمل سمري اللي فات بنقول الريديو اكتف ايودين يا جماعه ميكانيزم اكشن ان هو بيتاخد باي زي ثايرويد جلاند بيعمل ديستراكشن لجزء كبير من الجلاند وبالتالي يقلل السكريشن بتاع الثيروكسين تي 3 تي 4 ماشي يا رجاله؟ طيب ممتاز بس المشكلة في ايه؟ المشكلة ان هو يقعد شهرين ثلاثة على ما يبدأ يشتغل. الشهرين ثلاثة دول انا ما بسيبش العيال. ها؟ مش معقول اسيبه بيعاني شهرين ثلاثة؟ اعمل ايه؟ اديله ايه؟ ثايو امايت خلال الشهرين ثلاثة دول. لغاية ما يبدأ الايه؟ الايفكت بتاع الريديو اكتف ايودين يبان في الحالة دي بطمن ان احنا ماشيين على الطريق الصح واسيبه. واضح هذا الكلام؟ جاوبت على الأسئلة؟ ماشي؟ طيب ال دكتور نعم الراديو اكتف ايودين يقلل لو الدكتور عمل ثانوي علي صوتك يا عبد العزيز عشان انت قاعد تحت الباجور بسبب من الحاجة الراديو اكتف ايودين يبطل عمل الثانوي هيبطل عملها؟ يبقى خدنا كبير انت اديت الثانوي مايت خلاص انت اديت الراديو اكتف خلاص بالك ازاي؟ اديت ماشي اطمنت ان هو اتاخد بس الايفكت بتاعه بقى مش هيبان الا ايه بعد شهرين او ثلاثه ماشي هو انت كبسوله بتتاخد على طول يعني وانس ان هي بتبقى عباره عن كبسوله فيها ريديو اكتف ايودين يا جماعه فيها ايودين مشعه الكبسوله دي بتتبلع ها هتستنى عليها 24 ساعه بحيث ان انت تطمن تماما انها ايه اتاخدت خلاص انت ركزت فين في الثيرويد ها بعد كده تبدا تدي ايه؟ الثايرامايد ماشي الكلام؟ واللي انت بتقوله ده الثايرامايد ما بيمنعش الابتيك هو مين اللي بيمنع الابتيك يا جماعه؟ الايودين ماشي الكلام؟ هو طبعا ما ينفعش ان انا ادي اي حاجه فيها ايودين قبل ما ادي اي تريتمنت صح ليه؟ لانه هيمنع الايه؟ الابتيك بتاع التريتمنت سواء كان ريديو اكتف او كان سواء كان ايه؟ ثايرامايد ماشي؟ واضحه؟ المسائل هو الموضوع مش صعب بس محتاج يتفهم كل ما كنت انت فاهم المسائل ماشيه ازاي هيثبت في دماغك مش هياخد خالص لو انت فهمت لو ما فهمتش هيبقى في مشكله بعد كده ليه؟ لان انت هتعتمد على الحفظ هتحفظ وتنسى لكن لو انت فاهم مفيش مشكله ماشي يا رجاله في اي اسئله في المحاضره اللي فاتت بعد ما ذاكرته وقريته في
في اي اسئله فضل. اي حاجه عايز بس بعد ما تدي طول تاني يوم لا سبتها لا انا مش هدي ايودين هديه انت لو سيرامايد مش موجود او في الرجي او فاهم ازاي هذه ممكن ادي ايودين لكن لو ما فيش يعني ما فيش ما يمنع بدي الايه سيرامايد ماشي كلام في اي اسئله حتى الثيامايد لها ديلايد افكت نعم الثيامايد يشتغل من ثلاث ديلايد اونست ايه ديلايد اونست ولكن هيكونترول هو ليه ديلايد اونست كاسمك ايه احمد احمد بيسال سؤال حلو جدا هو ليه يا جماعه دي ديلايد اونست ليه ديلايد اونست لان هو ما بيأثرش على الاوريدي سينثايزد دي 64 اللي اتصنع خلاص وبيمنع تصنيع الايه الجديد فاللي اتصنع ده انت مالكش حل فيه هيخرج مش كلام الفتره هذه ما نبدا ايدين لا يعني لو انت شايف ان الحاله ها اكساجيريتد و و و ممكن ندي في الحاله دي ايودين ماشي الايودين يا جماعه من ميستون هو بيشتغل بيزن اورز بيزن اورز نعم ايه هو الروت بتاع البيتا بلوكرز الهايبر سيرديزم يكسر الكفير يقلل الهارت يقلل الهارت ريت قلنا ثلاث حاجات اساسيه ايوه شارس يقلل تاني ايه الهارت بيعمل لي بروتكشن للايه للهارت ثالث حاجه البريفرال بالركب ماشي كلام مهم قوي البيتا بلوكرز بيستخدموها لكن هل هي ليها اي افكت على الهرمون نفسه ماشي كلام مهم جدا نستخدمها لما باجي احضر عيان اعمل له عمليه بيجي احضر عيان اعمل له عمليه قال ينفع اخده من الشارع كده ادخله يعمل عمليه لا ليه اعطيه عشرة قبل اكثر من سبب يصير كرايسس في العمليه يصير كرايسس في العمليه ممكن تكون حجمك مش هسمع لواحد فيهم يصير في عندك تفضل عشان ايه بليدنج تمام يا جماعه في حاجه ما اعرفش كنت سمعت عنها فيها في بعض الحالات بتعمل ايه جسم هايبر دايناميك سيركيليشن ها يعني ايه هايبر دايناميك سيركيليشن يعني في السيركيليشن زي سرعه اجيب من لازم من ضمنهم ايه سالفه السكوز ماشي من ضمنهم انيميا من ضمنهم الفيفر كل الحاجات دي بتعمل ايه هايبر دايناميك ما ينفعش اخد واحد عنده هايبر دايناميك سيركيليشن او ما ينفعش اخد واحد عنده هايبر سيركيليشن هدخله احط فيه مشرط احط فيه مشرط معنى كده ان هو ايه؟ هيبليد كتير هينزل هينزل كتير دي نمره واحد نمره اثنين ان انا بخش العمليه اعمل له ايه في العمليه؟ هل انا بشيل الجلان كلها؟ لا امال بعمل ايه؟ سبع اسماء انا بشيل حوالي سبع اتمام طب باقي اسمك ها؟ سبع اثمان طبيعي سبع اثمان اللي ايه الجزء الطبيعي او الجلاند الطبيعي عشان اعمل اصل الى هذا القدر بدقه طبعا ما تبقاش المسائل ما تبقاش مطلقه يعني اكثر ما يقول الدقه اللي لازم يكون عندي الحجم ايه؟ طبيعي مين اللي قلل الحجم شويه؟ قلل الفاسكولاريتي الايودين انا بدي قبل العمليه ايودين مده 10 ايام ماشي الكلام؟ ده بيقلل لي الايه؟ الفاسكولاريتي بيقلل لي الايه؟ الحجم السايز بحيث لما اجي اشيل القدر الايه؟ المظبوط ماشي يا رجاله؟ طب ليه ما بكملش بدل ما الايدين بيجيب نتيجه هايله كده؟ ليه ما بكملش؟ كريستيسيتش تمام بيحصل فيه ايه؟ ان الايدين ما بيقدرش بقى يقاوم الافكت بتاع مين؟ الدي اس اتش اللي هو عالي نتيجه ان مفيش سيروكسين ها؟ ما يقدرش يقاوم دي اس اتش بيتغلب يروح عامل ستيميليشن للايه؟ لل تي 3 وتي 4 ريليز ماشي يا رجاله؟ ماشي في اي اسئله ثانيه في هذه المحاضره؟ اتفضل يا المسائل اللي ينقص ويقلل السي اي سي اي سايكليك اي ام بي ده الميكانيزم اوف اكشن ان هو بيقلل السايكليك اي ام بي فبيقلل الايه الكالسيوم داخل الخليه فبيقلل الفانكشن سايز اوف سكريتوري
أي أسئلة ثانية؟ طيب دي المحاضرة اللي خدت. المحاضرة بتاعت النهاردة هي دي الأوبوزيت. احنا قلنا العيان بتاع الهايبر سيروديزم ده هيشتكي من ايه يا جماعة؟ ايه هي الأعراض؟ في عندي سيمتومز وفي عندي ساينز. السيمتومز هيشتكي من ايه؟ ويكنس. ها؟ ويكنس. انكريز ابيتايت وديكريز الويت. وعرفنا ده سببه ايه؟ ماشي؟ يبقى إذا في الهايبو هيحصل ايه؟ ديكريز ابيتايت وديكريز الويت. ماشي؟ طيب. بيشتكي من ايه؟ هايبر اكتيفيتي. ها؟ تاني هيبقى ايه؟ هايبو هيبقى ليزي، هيبقى مريح او مأنتخ. ماشي؟ تاكي كارديا. هنا ممكن ما يبقاش فيه برادي كارديا لكن هيبقى ايه؟ ما فيش تاكي كارديا. على الاقل مش هيبقى فيه تاكي كارديا. ماشي كلام؟ طيب ايه كمان؟ البلاد بريشر ماله؟ كان في عندي بيج بالس بريشر. قلنا ايه هو البيج بالس بريشر؟ هو فرق كبير، الفرق بين السيستول والدياستول بيزيد. ماشي الكلام؟ طيب. هيكون ايه؟ اولا الشخص اللي هو عنده هايبر ده بيبقى عنده هيت انتولرنس، مش قادر يتحمل الحر، لا يتحمل الحر اطلاقا. يفضل الجو الايه؟ البارد. ها؟ الثاني العكس اللي هو الكولد انتولرنس. يعني يبقى احنا كلنا بردانين والجو يعني معروف ان هو برد، لكن هو بيبقى عنده احساس بالبرد زياده. ليه؟ لان مفيش انرجي داخليه، مفيش ميتابوليزم عنده منخفض. ها؟ الحراره اللي جوه اقل من الايه؟ من الطبيعي، فمش قادر يتحمل الايه؟ البروده في الجو. يبقى عنده احساس او عنده ايه يعني احساس زائد بالبروده. ماشي يا رجاله؟ فاير فاير. بالنسبه لل هايبر سيروديزم في عنده ايه؟ هاي جريمور ونيرفس نس، مش كده؟ وقلنا الايه؟ العيان بتاع الهايبر سيروديزم اللي تعرفه هو ايه؟ داخل الباب. طبعا بالنسبه للراجل اللي هو عنده هايبو اللي هو بنقول عليها ميكسيديما، نجد ان هو ايه؟ مفيش نيرفس نس، نجد ان هو ايه؟ عنده شويه هدوء. ها؟ هدوء زائد شويه. مش عايزين نقول برود، لكن هدوء زائد شويه. ماشي الكلام؟ الشعر بتاعه بيبقى شعره ماله؟ بيبقى بريتل مقصف. ها؟ وتجد ان الايه؟ الاي برو بتاعه لاترال ثيرد دوت ممكن ايه؟ يتساقط. ماشي يا رجاله؟ تجد ان السكن بيبقى كورس. ها؟ بيبقى خشن. ماشي؟ ده بالنسبه للايه؟ الاعراض بتاعت الايه؟ الهايبو ثيروديزم. لو عملت له نسبة الكوليسترول هتجد انها في الهايبو عالية وفي الهايبر تبقى واطية. ليه؟ لأن الثيروكسين لما بيخرج البايل سولتس يحصل لها سكريشن في الانتستين. البايل سولتس دي بتصنع اساسا من ايه يا جماعة؟ الكوليسترول، مش كده؟ الكوليسترول بيصنع البايل سولتس. البايل سولتس بتتخزن فين؟ في الجول بلادر. تيجي سيادتك تاكل اي حاجه فاتي تروح ايه؟ الجول بلادر عامله ايه؟ سكويز، تروح منزله باير سولتس على الانتستين، مش كده؟ وبعد كده يعاد امتصاصها مره اخرى. السيروكسين بقى بيقلل الكوليسترول ازاي؟ ان هو بيمنع اعاده امتصاص الباير سولتس. ها؟ فيخلي الليبر ايه؟ يضطر ان هو يصنع باير سولتس جديد. هياخد منين بقى؟ الكوليسترول اللي في البلد. واضح هذا الكلام؟ وبالتالي الكوليسترول ايه؟ ينخفض. ماشي الكلام؟ دي الايه؟ الاعراض بتاعت ال طيب الميكسيديما. الميكسيديما اللي هي هايبوثيروديزم الناس الكبار بيقولوا عليها ميكسيديما، لكن لو اتولد الولد عنده بيقولوا عليه ايه؟ كريتينيزم. ماشي يا رجاله؟ نشوف احنا كاتبين ايه كده ومن ايه؟ نشوف المسائل ماشيه ازاي. طبعا في الفيميل
لحسن الحظ ان هم ايه مستحوذين بالنسبه الاكبر 18. وطبعا في الايه السن الاكبر دي ايه بيزيد الانسلينس تمام، واللي ما كان ايه فوق 60 تجد الانسلينس بيزيد من اكتر بكتير من ايه الايه بال ايه هو الكوست بتاع الهايبوثايرويديزم يا جماعه او المسديمه. اول حاجه بتقول لي عندنا حاجه اسمها هاشم هوديز ديزيز. What are the causes؟ طبعا نقص ايه فيرب معلش سيبول. What are the causes؟ ها ما فيش حاجه اسمها what causes كده. What are the causes of the hypothyroidism؟ اول حاجه اللي هي الايه حاجه اسمها هاشيموتوز ديزيز. هاشيموتوز دي عباره عن ايه برضو انفلاماتوري ديزيز اوف ذا ثايرويد ناتج ان الجسم بيصنع انتي بوديز اجينست مين الثايرويد بيروكسيديز. تاني سبب ثايرويد ديستراكشن. احنا قلنا من عيوب الراديو اكتف ايوتين انك انت ما بتتحكمش الجزء اللي هو شود بي ديستراكتد ها، فممكن ايه يديستراكت مور اور ليس. لو ديستراكت ليس هيبقى العيان ستيل هايبر، لو ديستراكت مور هيبقى هايبر. ماشي يا رجاله؟ نمره ثلاثة بيتري اور هايبوثالاميك ديزيز. نعم. طب شلون اتخلص منها؟ انا اخلص العلاج برضه بيسال سؤال لطيف. لو هو عمل ايودين وعمل ايه ستيل هايبر بس ممكن اعيد الجرعه تاني ها؟ يعني بعد فتره اعمل ايه ادينك مزرعه عشان امنع من حدوث الهايبو. امنع الهايبو زي بقى هايبو لو حصل انتهى يبقى لازم تدي ريبليسمنت ثيرابي. تدي ريبليسمنت سيرب ماشي نقول ان هو دي ايه خلاص البيتيتري اور هايبوثالاميك ديزيز. زي ما انتم عارفين الثيروكسين ريليز ده كنترول منين؟ سنترالي او اوتو. سنترالي ازاي؟ من خلال ايه يا جماعه؟ الانتيري الهايبوثالاموس بيبعت او بيريليز الثيروكسين هرمون فاكتور او هرمون ينزل على مين؟ على الانتيريو بيتيتوري يطلع ايه؟ اس تي اتش. لو في اي مشكله في هذا الاكسس الهايبوثالاموس او الانتيريو بيتيتوري هيحصل فيه ايه؟ تي اس اتش مش هيطلع. مش كده؟ يبقى في عندي نقص في الايه؟ في التي 3 تي 4 حتى لو الجلاند ما فيش فيه اي مشكله. لكن الاستيمولس ها؟ بتاع السنسز مش موجود اللي هو مين؟ التي اس اتش. برضو انت تعالج عندك حاله بتعالجها وزودت الايه العيار شويه يعني تدي دوزس يمكن جرعه عاليه او فور لونجر تايم. بالحاله دي بتعمل ايه؟ تدخلك في ايه هايبوثيرابيزم سيفير ايودين ديفيشنسي. في بعض الاماكن بيبقى فيها الايودين ناقص، فبدل الايودين ناقص الجسم هيصنع ثيروكسين منين؟ فتجد ان بيحصل فيه ايه؟ اللارج ثايرويد هي جويتر نتيجه ان هي ايه بتكبر ليه؟ عشان عايزه تشمشم على اي شويه ايودين ها؟ فين الاماكن دي؟ زي زائير والاكوادور والهند وشيلي. دي اماكن بيبقى فيها ايه؟ طبعا الحاجات دي دلوقتي زي ما احنا كده بتروح تشتري ملح من اي ماركت تجد ان فيه بعض الاملاح ايه؟ ايونايز ها؟ اضاف فيها ايودين عشان ما يحصلش اي ايودين ديفيشنسي. دي برضه ان هو ايه ساينز اند سيمبتومز هنجد ان الويت جين ويز ديكريست ابيتايت بالعكس في ريفلكسز ديبريست قلنا تاريخ كان اكزاجريتد ونيرفس والى اخره. هورسنس اوف فويس والهير روس والهايبوتنشن ثيك هير وروس اوف لاترال اي برو
هير. هايبر اللي هو الايه حاجه البافنس اوف ذا فيس. البافنس يعني ايه يا جماعه؟ تجد ان وشه منفخ. بافنس يعني منفخ او مورم. ها برسنيليشن هناك كان فيه ايه؟ دائريه. ليه؟ عشان الموديلتي بتاع الجي اي تي. انتولرنس تو بول هناك كان فيه انتولرنس تو هوت. برادي كارديا ريفرال فاز كونستريكشنز تانج اللارجن ماكرو بلوسي تجد ان ايه ده بيبان بوضوح يعني مينوراجيا او امينوريا. واتس ذا ديفرنس؟ مينوراجيا يعني اكسسيف انستويشن، امينوريا يعني نو انستويشن. وبيز ويت جيم ها عمال ياكل ايه ومفيش حركه بيدخل ماشي. الهايبر كوليسترولميا وقلنا ايه السبب. الليثرجي، الليثرجي يعني ايه؟ الكسل والايه والانتخ والابثي. ابثي يعني مكتئب. ليه؟ لانه هو فعلا بيورط يعني. كان في واد ممثل واد كان ما شاء الله كان زي القمر وكان سمارت كده وكان. انا شفته مره ما عرفتوش، لقيته مثلا ايه يضرب في بعض كده ها وحياته اتدمرت. ليه بقى؟ عشان عنده هايبو سيلوليزم، بدا ياكل، بدا يدخن، بدا مش عارف ايه، حركته تقل، كلها بيخش في فيشس سيركل. ها؟ طبعا عشان كده ايه؟ الطبيب ده يا جماعه الطب ده يعني من اجمل المهن اللي انت ممكن تتجري على وجه الارض. ليه؟ لان انت بتساعد الانسان ان هو يعيش مره ثانيه او يعيش باسلوب افضل. ها؟ وبالذات اذا كان العمل بتاعه زي الشخص اللي بقول لك عليه دوت بيعتمد على الوسامه والحركه وكده. كده حياته اتدمرت. وانس انك انت اكتشفت وعملت الدياجنوز الصح بدات تتعالج صح كل ده بدا يحصل له ايه؟ ريجريس ويرجع لطبيعته تاني. هايبوناتريميا وإديما. برضه هايبوناتريميا وإديما ليه؟ لان بيحصل فيه فلويد اكيوميليشن في الجسم. الفلو بيحصل له اكيوميليشن والصوديوم ما بيزيدش عشان ايه يعادل. فعشان كده بنقول هايبو ناتريميا. هايبو ناتريميا يعني ايه؟ يعني الصوديوم قل. والديما طبعا ما دام الفلويد زادت يبدا يحصل فيه ليكج للفلويد في الايه؟ في الانترستيشن. هنتكلم على سيروكسين برضه. سيروكسين مش هنضيف حاجه ولكن ده لازم تبقى عارفه كويس قوي السيروكسين ده بيعمل ايه. ويمكن اتكلمنا برضو عنه في الايه في المحاضره اللي فاتت ولكن احنا بنعيد تاني عشان ده الاساس. لما تعرف السيروكسين ده وظيفته ايه يبقى تعرف الهايبر هيبقى شكله ايه والهايبو هيبقى شكله ايه. ماشي يا رجاله؟ فقلنا الابزوربشن طبعا التي 3 بيبقى ايه بينقص بنسبه اعلى. الديستريبيوشن كل السيلز بتاع الجسم لازم يصطلع سيروكسين. ليه؟ لانه هو بيشتغل على الميتابوليزم. لما فيش خليه هتبقى ايه؟ هتشتغل بدون في البلاد. يبقى في جزء قليل فري ها هو ده اللي فانكشننج والجزء الاكبر الميجر يبقى ايه باوند تو جلوبيولين بلازما بروتين اللي هو مينلي جلوبيولين وبنسبه قليله جدا من القلب. فمثلا بالنسبه للتي 4 نجد ان 4 من 10 في 100 بينما تي 3 اضرب في 10 في 4 من 10 في 100. ماشي الكلام؟ الثري بارتس هنا بنتكلم على برضه هنعيد هذا الكلام في اخر المحاضره ثاني ان ممكن بنجد الاستروجين وال زي الاستروجين. يعني ايه يا جماعه؟ انت يبقى استروجين عالي في حالات البريجنسي او كونتر سيت بريجنسي دي بتعمل ايه؟ بتزود السيروكسين بايندينج جلوبولين يعني بتزود الايه؟ البروتين بتزود السراير اللي نام عليها السيروكسين وبالتالي الفري بارت يحصل له ايه؟ يقل مش انكتيفيشن يقل الفري الفري بارت يقل وبالتالي الاكشن بتاعه يقل. يبقى اذا هنا انت لو زودت البروتين معنى كده ان انت بتزود الايه؟ بتنقص الايه؟ الفري بارت. والعكس صحيح لو قللت البروتين معنى كده ان انت بتزود الايه؟ الفري بارت.
واضح هذا الكلام؟ الاندروجين والكورتيزول عكس الاستروجين بيقلل الجلوبولين وبالتالي هيزود الفري بارت وبالذات ممكن يؤدي الى زياده في النشاط. الهايبروتينيميا يعني ايه هايبروتينيميا؟ واحد عنده البروتين اللي في الجسم اقل من الطبيعي ومعنى كده ان ايه؟ ان الفري بارت هيحصل له ايه؟ هيزيد. الاسبرين والفليكوين دول ممكن يعملوا ايه؟ ديسبليسنج للثيروكسين سواء كان تي 3 او تي 4 من المكان اللي هم ماسكين فيه في البروتين. فلما يعملوا ديسبليسمنت معنى كده انه هيزود لي برضه الايه؟ الفري بارت. تأثير ايه على الفات؟ بيعمل لايبوليسيس وبيقلل نسبة الكوليسترول. لان هو تشرحين فيه ازاي طبعا سوري الفيت اللي هو الايه؟ الميتابوليزم. طبعا بيحصل له ايه؟ مالي في الليفر. بيحصل له كونجكيشن مع الجلوكوريك اسيد والسلفوريك اسيد وبعد كده ينزل مع البايل في الانتستين. مع البايل في الانتستين. اللي بينزل الانتستين ده هل بيروح في يخرج مع الفضلات؟ جزء كبير بيخرج مع الفضلات وجزء تاني يعاد امتصاصه. اي حاجه بيعاد امتصاصها بنقول عليها ايه؟ ليها انتيرو هيباتيك سيركيليشن. يعني ايه انتيرو هيباتيك سيركيليشن يا سعد؟ ديستريبيوت. ها؟ يعني من الانتستين الى الليفر بنقول كده انتيرو هيباتيك سيركيليشن. طيب برضه في البريفران الحاجات المهمه ان بيحصل له ايه؟ دي ايودينيشن. دي ايودينيشن والمحاضره اللي فاتت قلنا ان في بعض الايه؟ سبستانسز يعني بيبقى ليها سبيسيفيك افكت على ما يسمى بايه؟ مونو دي ايودينيز. فالبريفران دي ايودينيشن يعني ده ممكن هو دي 4 تحول الى دي 3 بعد كده 50% اوف اكتف دي 3 ان ذا بادي and to less extent reverse T3. ايه هو reverse T3 ده يا جماعه؟ الاكتف فور. ها؟ الاكتف T3 برضو اللي عايز يتكلم. ها قول يا عمر. انكتف انكتف ايه الفرق بينه وبين T3؟ ها؟ الانكتف داي شكل والاكتف اكس. اه يعني هو تغيير ايه ترتيب الايه الايدين في الايه في المولكيول بتاع الثيروكسين. ماشي يا جماعه؟ وده بيبقى ان اكتف. الكليرانس يعني نجد ان الدي 3 از ماتش فاستر يخرج من الجسم بسرعه اسرع من ايه؟ من دي 4. ها دي 3 عشان ما ننساهاش ليه؟ ان ده 3 بس فخفيف يسيب الجسم ويخرج بسرعه بينما الدي 4 ده ها عشان فيه اربعه تجد ان هو تقيل شويه فبايه؟ يعني ده الهاف لايف بتاعته 1 داي بينما الهاف لايف بتاع تي 4 ممكن تبقى ايه؟ 7 دايز. ميكانيزم اكشن برضه زي ما اتكلمنا قبل كده على الكورتيزول وعلى ايه كمان؟ الدوستيرون ان هما بيبقى ليها جينوميك ونان جينوميك. الجينوميك ده هو بيبقى ديليد وده لازم يخش النيوكليس ويتحد مع ريسبتور في الدي ان ايه يعمل ترانسكريبشن والترانسكريبشن دي تبعت مسج من خلال الميسنجر ار ان اي الى الرايبوزوم يبدا يطلع بروتين. ها هذا البروتين الجديد هو ده اللي بيعبر عن الفانكشن بتاع الايه الهرمون اللي عندك. النان جينوميك اللي هو الايه الساتيه يحصل من ايه ريسبتور تبقى موجوده على السيل ممبرين ده يديني افكت اسرع من لما خرجت من اكشن برضه مش هنضيف جديد هو الفكر انت ميت الفكر طبعا كل الخلايا ايه لازم ده هو ده الايه الوقود في نيجاتيف فيدباك افكت اون هايبوثالامس واضح لما كنا على ايه على كنترول وانس تي 3 وتي 4 بيزيدوا يروح بعد ايه انهبيشن لمين؟ الهايبوثالامس والانتيريور بيتيوتري. كالوريجينيك يعني طبعا بيطلع انرجي بيطلع كالوريز. طيب الكارديو فاسكولار قلنا على الهارت بيعمل تاكي كارديا ده ليه شويه بوزيتيف نيوروتروبيك افكت على البريفرال بلود ديستنس بيعمل ايه شويه
دايليشن. عجبني دي دايركت افكت. دايركت يعني ايه؟ مدر للايه؟ للبول. عجي عجي بيزود الموتيليتي ويزود السنسيتيفيتي لمين؟ بارز اند فاشن ميتكس. عشان كده بيعمل دايري بيعمل مال ابزوربشن. يعني ايه مال ابزوربشن يا جماعه؟ مال ابزوربشن يعني سوء هضم. ها؟ ليه سوء هضم ليه؟ عشان هو بيقلل الموتيليتي برضه يا صالح. قلنا ان هو بيعمل ايه؟ بيزود الموتيليتي. ايه العلاقه بين المال ابزوربشن والدايري؟ تمام شاطر يا مبارك بالعقل كده. نو شانس ها فور ابزوربشن اوف ذا فود ستاف. ما بياخدش في الصدق ان هو يحصل له ايه؟ امتصاص. برضو قلنا كربوهيدرات بيعمل ايه يا جماعه؟ بيعمل هايبر جلايسيميا اللي هو دي انتي انسولين. انسولين بيقلل الجلوكوز من خلال ان هو بيحسن الجلوكوز ابتدت زي ما يبتشف ده انهبيت البواسطه الايه؟ الستيروسين. الفات بيعمل لايبوليسيس يعني يزود الايه؟ الفاتي اسيدز وهايبر كوليستروليميك افكت. قلنا يعني ليه بيعمل هايبر كوليستروليميك افكت؟ على البروتين كاتابوليك اوستيبوروزيس ها كاتابوليك اوستيبوروزيس. لذلك الشخص اللي هو عنده هايبر تجد ان هو ايه خاسس وزنه ناقص ها اوستيبوروزيس برضه في مشاكل في الجور. ليه بقى؟ عشان دي حاجه خاصه بقى عامل زي ايه الفكر بتاع الكورتيزون بالظبط. كان بياخد الكالسيوم من الجور يوديه فين؟ البلد وياخده من البلد يخرجه من الكلى. هو نفس الموضوع عشان كده كان بيعمل ايه اوستيبوروزيس. سيروكسين زي كورتيزون بالظبط على الكالسيوم. او موبيلايزيشن اوف كالسيوم بيعمل هايبر كالسيميا. بعد كده هايبر كالسيميا يحصل فيه اوستيوبروزيس. هايبر كالسيوريا عند هايبر كالسيوريا. هايبر كالسيميا يعني زياده نسبه الكالسيوم فين؟ هايبر كالسيوريا في اليوريك. ماشي عشان كده بيحصل فيه ايه اوستيوبروزيس. طيب في حاجه بتقول بالنسبه للبروس برضه is very important for the physical, mental and sexual growth. التوكسيس بتاع السيروتين يا جماعه الزياده يبقى على طول توقع الايه؟ symptoms and signs of hyperthyroidism. واضح؟ المحاضرة دي يا جماعة عملت موديفيكيشن شوية على الايه؟ على اللي كان عندكم في ال يا ستار مرة فاتت. ها؟ دي انا كنت سبت لكم المستديمة في اول امبارح. صح. دي برضه عملت موديفيكيشن بسيط كده. بريبريشن طبعا تريتمنت اوف هايبوثايرويديزم. احنا عندنا هايبوثايرويديزم هتعالج بايه بقى؟ ريبليسمنت سيرب على طول. سيروكسين. عندنا في ال 4 وعند تي 3 بريبريشن عندي تي 4 وتي 3. وات از ذا ديفرنس بين تي 4 اند تي 3؟ تي 4 وجدوا ان هو ليها ديلي اونست ولونج ديوريشن اللي هي بنقول عليها ايه؟ ليفو ثيروكسين. ليفو ثيروكسين. التي 3 بريبريشن وجدوا العكس ان ليها رابيد اونست وشورت ديوريشن. ماشي دوت اللي هي الايه ليفو ثايرونين. ليفو ثايرونين ده البريبيشن رقم 2. قال لك طب لو عايزين نمسك عصاير من النص نعمل بينهم كومباينيشن اللي هي حاجه اسمها ايه لايوتريكس. اللايوتريكس ديت تجمع لي بين ايه؟ بين التي 4 والتي 3 بحيث ان انا اقدر احصل على رابيد اونست و لونج ديوريشن. يبقى هنا ايه لايو تريكس دوت كومبينيشن بتوين التي 4 تي 3 بنسبه 4 الى 1 وده هو ده الايه الموست سيميلر
refer to the physiological thyroxine. هو أكثر اللي ال preparation هي شبه بالثيروكسين بتاعنا الطبيعي. ماشي رجالة؟ يبقى بالنسبة لل preparation في عندي ليفو ثيروكسين. اللي هو تي فور. delayed onset without duration. عندي ليفو ثيرونين. rapid onset short duration. عندي combination اللي هو اللايت ميكس ده بيجمع بين ال تي 3 تي 3 تي 4 نفس النسبه اللي هي 4 تي 4 و 1 تي 3 ودي نسبه مشابهه الى حد كبير بالايه بالفسيولوجيكال ثيروكسين دي بتشمل ايه الحسنيين ايه هم الحسنيين اللي عندي اللي هو رابيد اونست ولونج ديرش ماشي في عندي حاجه ثانيه اسمها دي ثيروكسين دي ثيروكسين ده سلسلة الدي ثيروكسين دوت مالوش اي تأثير كثيروكسين امال ايه هو فايدته بس ان هو بيقلل الكوليسترول يعني هو واخد من الثيروكسين بس قدرته على ان هو يقلل الثيروكسين اللي هو ايه كوليسترول يعني ده امتى استخدمه يا جماعه استخدمه في واحد لا يعاني لا هايبر ولا هايبوثيروديزم ده اديه كمان انسى خالص ان هو ايه يمد صلة الى الثيروكسين ولكن ده عبارة عن مركب عنده القدرة بتاعة الثيروكسين في decreasing الكوليسترول ماشي لكن لو واحد عنده هايبوثيروديزم ما ينفعش استخدم معاه ايه الدي ثيروكسين يبقى لازم استخدم حاجة تكون اكتف يا اما ليفوثيروكسين يا اما ليفوثيرونين يا اما لايوتريكس according to the case واضح يا شباب؟ شيل الماء خلاص 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 طيب نستخدم بقى دي نستخدم في الحالة دي يا جماعة طبعا الريبليسمنت ثيرابي دي نمره واحد مش كده؟ الريبليسمنت ثيرابي دي نمره واحد نمره اثنين ممكن نستخدمه ايه؟ از هايبو كوليستروليميك ايجنتس في الحاله دي استخدم ايه؟ دي ثيروكسين ماشي؟ لو في عندي disturbances of the menses سواء كانت مينوراجيا او اميدوريه سببها الاساسي الهايبوثيروديزم في الحاله دي لازم استخدم الايه الثيروكسين فور كوركشنز اوف ذيس ايرور لو واحد عنده كونستيبيشن سيفير كونستيبيشن سببه برضه هايبوثيروديزم يبقى في الحاله دي لازم استخدم معاه الايه الثيروكسين از ريبليسمنت ثيرابي عشان اصلح المسائل طيب هنشوف هنا المسائل ماشيه ايه الموضوع المكسديما قال لك ليفوثيروكسين ليفوثيروكسين لو دي 4 قالوا ايز بريفير افضل من دي 3 بالرغم ان هو قلنا ان هو ايه دي ديليت اونست ولونج ديوريشن طب ليه افضل؟ الافضليه جت منين؟ في عندنا ثلاث حاجات مور ستيبل مور ستيبل فورم اوف الثيرويد يعني ما بيتكسرش بسرعه تاني حاجه لونج اكتف وانس بير داي ودي مهمة جدا يا جماعة هتلاحظوها لما تشتغلوا كلينيكيا هتجد ان العيان بيتململ جدا من الايه الدواء اللي بياخده كتير كل ما كان ايه الدواء سنجل دوز كل ما كان افضل الـ TC is short acting and needs to be taken multiple times تقريبا this allergic this allergic يبقى هو more stable long acting less allergic TC طبعا شورت اكتنج اي نيز تو بي تيكن مالتيبل تايمز بير داي بنبدا بجرعات صغيره ها 50 مايكرو جرام بير داي هذه الجرعات نستمر اسبوعين عليها وبعد كده نبدا نعمل ايه فولو اب تعمل فولو اب ازاي؟ انك انت بتشوف الايه الليفل بتاع الدي اس اتش وبعد كده هيقول لك والله لو المسائل متظبطه اوكي مش متظبطه تبدا ايه تدي يعني ايه متظبطه؟
المفروض الهايبوثايرويديزم ده عنده تي اس اتش مالها ايه؟ عنده ايه؟ شكله ايه؟ انكريز عادي كده؟ انت بتبدا تدي الايه؟ الثيروكسين وبعد كده تقيس الايه؟ تي 4 وتي اس اتش وحسب النتائج اللي عندك تبدا تزود او تبقى بنتين مع ملاحظه ان الناس الكبار بنديهم ايه؟ اقل 20% من الشخص الابيض. ها؟ الناس الكبار في السن بنديهم ايه؟ اقل 20%. برضو البيسمنت ما يستخدمش حالات الاكستيما، حالات الاكستيما كوما، واحد عنده سيفير هايبوثايرويديزم بدا يخش الكوما في الحاله دي بندي ايه؟ لايو ثايرونين. لايو ثايرونين دي هنا ليه؟ عشان رابط اكشن. عشان رابط هنا دي كوما دي تعتبر امرجنسي. فدي الحاله ايه؟ تشتغل ايه؟ سريعا. الكريتينيز طبعا ليبوثايروكسين از ايرلي از بوسبل. وانس انك انت تكتشف الكريتينيزم يا جماعه تبدا تدي الايه؟ الليبوثايروكسين. عشان بتضايق من الموضوع العلك ده يا جماعه، الاقي كل واحد عمال يفتح بقه شويه وهو ممكن يطلع اللي بدا بره ويدخلها جوه تاني. فبليز انا ما بحبش موضوع العلك. اللي يملك علك يتفرج. طبعا دي الدوز المايكرو جرام بالكيلو جرام والدوز بير داي. دي برضه بالنسبه للاتش ودي بالنسبه للدوز بالكيلو جرام وده التوتال. ماشي؟ يعني مثلا طفل لسه حديث الولاده اكتشفت ان هو عنده كريتينيزم. ده المفروض ياخد ايه؟ من 10 الى 15 مايكرو جرام بالكيلو جرام. طب هو وزنه قد ايه؟ هو وزنه من 2.5 ل 3.5. يبقى تضرب من اهوت حوالي ايه؟ هيبقى حوالي قد ايه؟ 25 ل 50. إيه طبعا في عيال بيبقى وزنهم ما شاء الله بيبقوا نازلين رجاله، تلاقي العيال 5 كيلو. ها؟ فده في الحاله دي بيبقى ايه؟ وزنه كبير. فبتديله ال بالنسبه للهايبوثايرويديزم بيكون هو يا اما يكون برايمري كلينيكال كلاسيفيكيشن، يا اما يكون برايمري يا اما يكون سكندري. هنا البرايمري فين؟ الفكره عندي فين؟ السيرو جلاند نفسها. بينما السكندري المشكله عندي فين؟ الأبرار العليا اللي هي الايه؟ الهايبو الهايبوثالامس والايه؟ ممكن تبقى الثيرويد كومبليتلي نورمال. ماشي كده؟ فمهم برضو ان انا اعرف المشكله فين؟ دي عم جيت. انا ما حبيتش احرج ده. ما اتكلمتش جنرال عشان ما احرجش حد. ينفع كده؟ شيل عن بقك. شيل عن بقك. من الناس كويسين يا اخي. ليه تخليها ليه تعصبني يعني؟ طيب ده بالنسبه لايه؟ كلينيكال كلاسيفيكيشن اوف هايبوثايرويديزم. هنا يا اما يكون برايمري يا اما يكون سكندري. البرايمري هو الايه؟ ليجن اساسا فين؟ في الثيرويد. ماشي؟ السكندري يبقى في الايه؟ الابار العليا. في الحاله دي احنا بنصلح الايه؟ الديفكت الموجود. ممكن تبقى الثيرويد كومبليت نورمال. برضه بنستخدمها في حالات اللي هي سيمبل نون توكسيك كويتر اللي هي قلنا ايه؟ في بعض الاماكن بيبقى في نقص في الايه؟ في الايودين وبالتالي ما فيش تصنيع فبتدي ايه؟ بالتي 3 تي 4. في حالات الدي اس اتش ديبندنت كانسر ثيرويد افتر سيرجيكال ريموفال. طبعا بالنسبه للكانسر يا جماعه انت بتشيل الثيرويد وبتشيل الايه؟ كل الليمف نودز اللي في النك. واخد بالك ازاي؟ عشان تمنع الايه؟ الميتاستاسيس. ففي الحاله دي طبعا بقى العيال عندك ايه؟ ابيض. يعني ايه ابيض؟ يعني ما عندوش اي ثيروكسين، فانت لازم تدي ايه؟ من بره ثيروكسين. برضه في حالات الهايبر كوليسترولينيا وانا لو هو هايبوثيرويد بتدي لو هو الهايبوثيرويد بتدي الايه؟ الثيروكسين، لو هو ايوثيرويد يعني الثيرويد عنده متظبطه بتدي ايه؟ دي ثيروكسين، لو كونسبيشنز هايبو بتدي اذا هايبو اذا كول. زي ما قلنا لو عندك عيال عنده كونسبيشن وهذا الكونسبيشن نتيجه الهايبو بتدي ايه؟ بتدي ايفو ثيروكسين.
لكن لو الثيروكسين نورمال تماما ها وانت عايز تنقص له الكوليسترول بس بتدي ايه دي ثيروكسين دراج انتراكشن بين الثيروكسين نجد ان هو ايه الهاي فايبر دايت فود اند دراجز ويتش ريدوس ابزوربشن. المفروض الثيروكسين يا جماعه او هو الاسم التاني بتاعه اسمه اللهم صل على النبي التروكس او التروكس لا المفروض بيتاخد عليه. فالمفروض ان ايه لو في هاي فايبر دايت ممكن تبقى انترفير مع الابزوربشن. كذلك برضه في حاجات بتعمل بريسيبيتيشن تمنع الابزوربشن بتاعه زي ايه؟ زي الايرن. واحد عنده انيميا ده بياخد ايرن او واحد عنده هايبر اسيدتي بياخد ايه؟ انتاسيدز. كوليستيرامين كوليستيرامين ده برضه من الحاجات اللي هي الكاسترال دي بتستخدم عشان تعالج الايه؟ الكوليسترول. الكوليستيرامين ده عباره عن ايه؟ عباره عن تاشيتس كده هو بودره دوت في نص كوبايه ميه وتشرب. هذا الكوليستيرامين لو اتاخد مع اي حاجه اي دواء هيمنع الابزوربشن بتاعه. ليه؟ لان هو عنده قوه الابزوربشن بتاعته عاليه جدا. فالكوليستيرامين دوت لو انت هتستخدمه از اي هاي كوليستيرينيك ايجنتس المفروض ما يتاخدش حاجه بعده بساعتين. اسبرين لارج دوزز والايه داي فيتول. في عند دراجز اللي هي كونديشنز ويتش انكريز الثايرويد بايندينج جلوبولين اللي هي بتزود الايه البروتين اللي بيمسك في الايه في الثيروكسين. معنى كده انها هتقلل لي الفري بارت. دول زي مين يا جماعه؟ دراجز زي بريجنسي او سلوز او استروجين ميثادايون او ميثادون والفيموسيازيز. العكس بالنسبه للدراجز اللي هي الاندروجين ووتش انكريز الثايرو الثيروكسين باين جلوبين معنى كده هيزود لي الايه؟ الفري بار. دي تشمل ايه؟ الكوشنج ديزيز. ليه الكوشنج دي؟ لان في عندي كورتيزول عالي ها او تستوستيرون او كانازول او كورتيكوستيرويد. دراجز ووتش انديوس ليبر مايكروزومال انزيمز يعني ايه انديوس ليبر ميكروزومال انزيمز؟ يعني تكسر الايه؟ الثيروكسين بسرعه. انتوا عندكم اظن دي اس ال مش كده؟ وعندكم ثيرابيوتكس بعدها. نكمل ثيرابيوتكس ونكمل المحاضره ولا نجيلكم على 10 زي ما انتوا عايزين؟ ها؟ نعم؟ بعد ما نخلص دي ناخد ثيرابيوتكس. لا 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 في طلاب ما جو. في طلاب ما جوش؟ يبغوا يسوون صجة ولجة. نعم؟ أقول يبغوا يسوون صجة ولجة. طيب خلاص يبقى إن شاء الله أجيبكم الساعة 10 نكمل الإيه؟ طيب. المحاضرة دي نفضل فيها حاجات بسيطة والإيه؟ وناخد بس Yeah.